بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، نكمل معكم المحاضرات. موضوعنا اليوم التاكينج اوثنتيكيشن. ايش المقصود في اللي هو التاكينج اوثنتيكيشن؟ اللي هو يا شباب كيف احنا او كيف الاتاكر او المهاجمين بيحاولوا انهم يصلوا للبيانات للمعلومات من خلال معرفة اللي هو الباسورد، اليوزر نيم، أو طرق اللي هو الدخول لأي نظام أو لأي سيستم. بنعرف موضوع الاوثنتيكيشن اللي هو التحقق من اللي هي البيانات الدخول اللي أنت بتحققه من موجود. يعني أنت لما تحكي تقول انا بدي اعمل اوثنتيكيشن على اي مشروع، على اي تطبيق، فانت المقصود فيه هو انك انت تدخل البيانات الصحيحة، سواء كانت باسورد، يوزر نيم، غيرها من الطرق اللي هي التحقق من البيانات او الكريدنشال الموجودة عندك. وبالتالي بتفوت انت اذا كان عندك البيانات هذه او الكريدنشال الصحيحة. طيب الان احنا بدنا اليوم نتعلم او نشوف كيف ممكن المهاجمين او الاتاكر بيحاولوا يعني يفوتوا او يكونوا او يعملوا هجوم على السوفت وير، سواء كان سوفت وير، سواء كان ويب، سواء كان موبايل او غيره. كيف الطرق اللي هم بيسلكوها في عملية الاتاكر، بحيث انه احنا كذلك اذا احنا تعلمنا الطريقة اللي هم بيجوا فيها احنا نكون نعمل دفاعا عن انفسنا وعن تطبيقاتنا ضد هذه الهجمات اللي هي ممكن يعني ان تحدث. طيب الان اذا موضوع الاوثنتيكيشن او كاوفر فيو للموضوع، هو موضوع يعتبر من في اللي هو قلب التطبيقات او قلب حماية التطبيقات. ليش؟ من موضوع اللي هو المينيجرز اتاك. لانه انت اليوم اذا تطبيقك او كان برنامجك او كان سوفت ويرك ما فيش فيه اوثنتيكيشن، انت فاتحه مين مكان يستخدمه مين مكان يستخدموش، فهذا ايش؟ فيعتبر هو قلب اللي هو حماية التطبيقات من موضوع الميليجس كودينج والاتاكر. فموضوع الاوثنتيكيشن مهم، زي ما بنعرف احنا اليوم ما فيش اي تقريبا اي تطبيق مهم اليوم الا يكون في عملية تحقق من الشخصية، سواء انت بتحكي عن تطبيق لطلاب او سوفت وير لطلاب جامعة، سوفت طلاب لا لا او تطبيق بنكي، تطبيق موبايلات، تطبيق اي تطبيق انت اليوم موجود عندك في هذا الاوثنتيكيشن موجودة عندك. وبالتالي انت يعني بيكون هو خط الدفاع اللي موجود عندك عن اللي هو الهجمات اللي موجودة عندك. طبعا ايش الاتاكر، كيف الاتاكر بيستخدموا او ايش الطرق اللي هم اللي بيستخدموها، بدنا انه احنا اليوم نتعلم هذا الكلام او نشوف كيف هذا الكلام هم يعني بسلكوه. طيب احنا في عنا تكنولوجيز لموضوع، قبل ما نتعرف على الطرق تبعت الاتاكس او تبعت الاتاكر، بدنا في عنا تكنولوجيز، في عنا طرق لعملية الاوثنتيكيشن. من اشهرها واللي احنا بنعرفها موضوع اللي هو ال HTML forms based authentication. انت بيكون في عندك فورم مثلا، بتخش اي تطبيق ويكون في عندك يوزر نيم وباسورد، صح ولا لا؟ من خلاله بكون في عندك هانا لوجن، وبتفوت من خلال هذا الاوثنتيكيشن اللي هو الباسورد واليوزر نيم الموجودين عندك. هذه الطريقه الاولى. في طرقه ثانيه، في او طرق ثانيه بتكون هي عمليه يعني كومبايندينج بين اللي هو موضوع اللي هو الباسورد، يعني مالتيبل فاكتور ماشينيزم. ايش يعني؟ انه هو مش بس بيكتفي في موضوع بس باسورد ويوزر نيم بيكون عندك، لا، بيكون عندك في باسورد، وكذلك بروح بيستخدم ايضا فيزيكال توكن مثلا
على سبيل المثال اليوم في عندك انت مثلا بيستخدموا موضوع اللي هو الماك ادرس اللي تبع الجهاز. فمثلا انت اليوم يمكن كلنا شفنا موضوع التوك اللي هي الراوترات هذه اللي بتعطيك في المايكرو تيك، بتعطيك يعني ثلث ساعة وعشر دقائق من الوقت إلك عشان أنت تستخدمه. فبعد فترة بتيجي أنت تفوت برضاش يفوتك. ليش؟ لأنه هو اعتمد في عملية الاوثنتيكيشن الماك ادرس تبع الجهاز، وبالتالي هو استخدم اكثر من شيء، استخدم الباسورد واليوزر نيم والماك ادرس. تمام. طيب كذلك في عندنا طرق اخرى زي الكلاينت اس اس ال سيرتيفيكيتس، او اللي هو مثلا سمارت كارد. انت بتتحقق من شخصيتك، انت مثلا اليوم بدك تفوت مثلا مكان في مؤسسة في كذا، بكون في معك بطاقة بتفوت، او بتكون انت مثلا او مثلا بدك تفوت على تطبيق بيكون ايضا معك بطاقة مثلا دي ممكن تقرأها، او بتكون انت معك اللي هي السيرتيفايد هذه اللي هي الاس اس ال سيرتيفيكيت. موضوع ايضا الاتش تي تي بي بيز اند ديجيت اوثنتيكيشن، هذا ايضا موضوع انه اللي هو موضوع اللي معتمد على موضوع اللي هو الديجيت او الديجيت اوثنتيكيشن. والمقصود فيها اللي هو يعني يكون عندك الاتش تي تي بي والريكوست الموجودين عندك من خلالهم يتم عمليه الاوثنتيكيشن. كذلك في عنا اذا كنا بنستخدم مثلا الويندوز في عنا بروتوكولات زي بروتوكول الان تي ال ام والكيربورز، هذول ايضا بروتوكولات بتستخدم في عمليه الاوثنتيكيشن. طبعا هذه المواضيع، وفي عنا اوثنتيكيشن سيرفيس. طبعا هذه المواضيع كلها احنا لو تفصيلا في لها يعني تفصيل كتير، لكن احنا هذول التكنولوجي حبينا نذكرهم هنا بحيث انه انت تكون تعرف ايش في عنا انواع من التكنولوجيز اللي هي موجوده في الاوثنتيكيشن تستخدم، مش بس انا بيوزر نيم وباسورد، لا انا في عندي طرق اخرى ايضا في موضوع الاوثنتيكيشن ممكن انا يعني استخدمها. لكن الاتش تي ام ال زي ما احنا عارفين اليوم احنا الويب هو يعني له مجال واسع كتير، ومش بس الويب حتى الموبايل ايضا اليوم، وكذلك اللي هو الديسكتوب ابلكيشن وغيرها من التطبيقات كلها معظمها بيكون في عندك يوزر نيم. لكن احنا اشهر في بخصوص ال HTML انه 90% منها بيستخدم اللي هو الفورم HTML لموضوع الاوثنتيكيشن. وبالتالي انت في عندك هنا بيكون في باسورد ويوزر نيم، بتستخدم الاشهر هذه الطرق في عملية مين الاوثنتيكيشن من شخصيته اللي هو ايش الشخص. طيب الان في عندي احنا في ايضا في موضوع اللي هو ال HTML form، في عندنا احنا يعني انت مثلا على سبيل المثال في الجامعة بتستخدم مثلا باسورد يوزر نيم لموضوع اللي انت تفوت لصفحتك او ايميلك او غيرها. لكن لو انت مثلا على سبيل المثال لو انت شفت موضوع البنوك اليوم الاونلاين وال يعني مش ما يعني ما هم ما بتحققوا منك بس بيوزر نيم وباسورد، لا اول شيء بروح مثلا انت في عندك رقم البطاقة لازم تدخلها، بعدين بتروح يحط عندك كمان تدخل مثلا رقم بيكون مكتوب عندك بدك تضيفه، بعد ما تضيف الرقم هذا بروح مثلا هو بفوتك على صفحة تانية، الصفحة التانية هذه بروح بده يسألك السؤال اللي هو اول انت ما بديت فيه او ما يعني سجلت فيه. طبعا بيختلف من 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 بنك لبنك من مؤسسة لمؤسسة، لكن القصد اللي بدي اقول فيه انه مش كله في عملية اللوجن بيستخدم بس اللي هو باسورد يوزر نيم فقط، لا احنا في عندنا مالتيبل ستيج انه اكتر واكتر من فاكتور واكتر من بيستخدم اللي هو هذا اللي هو ايش ويستخدم في عملية الاوثنتيكيشن
من شخصية الداخل على هذه التطبيقات. وبالتالي أنت ممكن يعني يكون في عندك أكثر من، وهذا طبعا قوة في موضوع اللي هو يعني أنت اليوم لما تكون في عندك أكثر من حاجز للوصول، طبعا هذا كل حاجز أنت بيتم تفتيشك عليه. ما فلو لو في عندك حاجز واحد وممكن أنت تفلت زي ما بيقولوها من هذا الحاجز، فدائما وجود أكثر من يعني استيج بكون أقوى في عملية التحقق من اللي هو الكريدنشال أو البيانات اللي هي بتم استخدامها من قبل اليوزر. طيب إيش الطرق؟ نجينا للطرق الآن اللي بسلكها الأتاكر أو الأتاكينج أوثنتيكيشن فيا، من خلال إيش؟ في عنا عدة يعني طرق بيستخدمها او تستخدم في هذا المجال او في هذه عملية اللي هو الاتاكينج للاوثنتيكيشن. هنتطرق لبعض هذه الطرق، مثل هنبدأ ان شاء الله بالبورت فورس، وبعدين نشوف الباقي المواضيع هذه اللي هي ما اتيح ان شاء الله لنا من مواضيع هنشرحها، لكن كلها في الغالب هتكون مثلا على سبيل المثال موضوع اللي هو تغيير الباسورد، وكيف نسيان الباسورد كيف ممكن الاتاكر يعني يستخدمها، وكيف هو ممكن يهاجم او يستخدمها او يتم سرقة هذه الباسورد واليوزر نيم، او كيف هو ممكن يعني يستخدم او يعني يسلك هذا الطريق. طيب نبدأ بأول واحدة اللي هي البورت فورس اتاك، واللي هي باختصار انه انت كمستخدم اليوم انت في عندك يعني كريدنشال او عندك بيانات باسورد يوزر نيم بتدخلهم هنا، وبتتم ايش عملية الدخول الك وبتستفيد من اللي هو التطبيق او الابليكيشن. الان في عندك اتاكر هان، هذا الاتاكر بده يحاول الوصول للباسورد واليوزر نيم تاعونك والبيانات، بحيث هو يعني ياخذهم او يصل لمعلوماتك. طيب اول شيء البورت فورس اتاك هي عبارة عن طريقة او عبارة عن خوارزمية الجاريثم، من خلالها انا او الاتاكر بحاول ايش يحدد اللي هي الباسورد واليوزر نيم مستخدم اللي هو الاوتوماتيك بروسيس. اوتوماتيك بروسيس ايش يعني؟ الان يعني نحكيها بشكل عام، ايش هي المقصود بالبورت فورس او ايش ترجمتها البورت فورس؟ اللي هي القوة الغاشمة او الهجوم الغاشم او ما يعرف هذا ترجمته، لكن احنا ما هلناش بتهمناش الترجمة، بهمنا انه هو كيف بتم، اللي بيتم انه هو بهذه الطريقة بدل هو يعمل عمليات متكررة من عملية الجست والتخمين لموضوع مين الباسورد واليوزر نيم تبعتك. فاليوم بده يضل يحاول مرة ومرتين وعشرة وعشرين من خلال، طبعا احنا قلنا هذه خوارزمية او طريقة من اوتوماتيك. ايش يعني معناتها اوتوماتيك؟ يعني مش هو اللي بدل، مش الشخص نفسه هو بدخلها على حاسوب، والحاسوب هو اللي بقوم او السوفت وير هو اللي بقوم في عملية التخمين هذه والمحاولة من خلال اللي هو ايش يعني العملية هذه. طيب طبعا الاتاكرز هنا في البورت يعني طبعا من ضمن التعريفات انه attack is one in which attackers try to large number of possible، بده يعمل يعني احتمالات يعني رقم يعني كبير من الاحتمالات للكي وورد اور الباسورد الكومباينيشن، بده يضل يخمن يحاول انه والله بده يضل يحاول والله يبدا من الباسورد البسيطة ثم يعمل عملية اللي هو الكومباينيشن اللي موجودة، يحط حروف مع ارقام، ارقام مع حروف، يبدأ الكبير مع الصغير، صغير مع الكبير، وبالتالي بده يضله يعني من خلال الخوارزمية تبعت هذا الموضوع من خلاله بده يضله ايش يحاول
انه يشوف هل حيلاقي الباسورد هذه ولا مش حيلاقيها. طيب الان ايضا هذا بيستخدم اللي هو الديفيت كريبتوفري، اللي هو يا شباب ما يعرف بعملية التشفير. طبعا هذه الساتش از اللي هو السكيور باسورد. الهاكر ايضا بيستخدم طبعا هذا المواضيع اللي هو كمبيوتر بروجرام، عشان ليش؟ لانه زي ما حكيت لك هو بيروح بيستخدم تطبيقات، او هو بيروح ببرمج تطبيق، ومن خلال هذا التطبيق هو بيروح بيعمل دي ديبوك يعني اعاده تشفير للباسورد واليوزر نيم اذا كانوا مستخدمين اللي هو ايش عمليه التشفير هذه عندك. وبالتالي انت الان الخلاصه اللي بدنا نحكيها انه اليوم هذه الطريقه اللي هي البورت فورس تستخدم، او يستخدم طريقه زي اللي هو الحث التخمين والحدث، واللي انه بده يضله يجرب هذا الباسورد زبطت ما زبطتش، بده يجرب اللي بعده، بده يحط بس الارقام مع الحروف، الحروف مع الارقام، السبيشال كاركتر مع الارقام، وهكذا يضله يحاول لما ايش يحاول يصل للمعلومه او الباسورد اللي موجوده عنده. هذه هي طريقه ايش البورد فورس. طيب طبعا هنا اللي هي الواي اوف ورك، يعني كيف هي بتتم يعني عمليه اللي هو البورد فورس اتاك. طبعا زي ما حكينا هو بيستخدم خوارزميه اللي هو التشفير. طبعا كيف هذه الخوارزميه الديتيلز الها يعني ما بدنا نفوت فيها، لكن انت اذا حابب تشوف انه كيف هذه الطريقه، طبعا هذا طريقه مشهوره في وإلها مساقها في موضوع الكريبتوغرافي. فاللي حابب يشوف هذه الخوارزمية كيف بتتم فممكن يرجع لها. طبعا الاتاكر هذا بيكون عارف انه اذا مثلا على سبيل المثال اذا في عندك باسورد ويوزر نيم مخزنين في قاعدة البيانات، فهو بعد ذلك مثلا بيحاول انه هو يصل لهذه الباسورد وهذا اليوزر نيم من خلال يعني الوصول مثلا لصفحة اللوجن تبعت اليوزر، من خلال يعني التخمين انه مثلا اليوزر هذا ايش ممكن يعني يستخدم باسورد يوزر نيم، وهكذا بضله يعني يحاول محاولات بين اكتر من مرة بحيث انه لعملية يعني الانلوك او اللي هو فك اللي هو اللوجن او معرفة اللوجن اللي موجودة عندنا. طبعا زي ما حكينا وكمان مرة بهن بنعيد انه اللي بتم هذا الشغل مش انت بتبرمج شغلة وهو كبرنامج اوتوماتيك هو اللي بضله يعمل البروسيس هذه الموجودة عندنا، بحيث مثلا على سبيل المثال بيبدأ مثلا حرفين حرفين، بعدين بروح بحط حرفين ثلاث حروف مع رقم، بشوف انه هل ممكن اول حرف هذا يعني يعني ممكن هل هو اذا مثلا قدر يعرف بداية الباسورد، او ممكن كيف ممكن يصل للباسورد هذه، او ممكن يدخل بالباسورد هذه. طبعا الطرق مختلفة حتيجي انت تقول طب هو كيف عرف الباسورد الاساسية، ما انت اليوم هو الاتاكر بيجي بيستخدم الفورم اللي موجودة عندك، ممكن انت تكون ناسي مثلا محافظ الكلمة، او ممكن انت فعلى سبيل المثال ممكن هو يستفيد من اليوزر نيم بدل الباسورد. الان الباسورد بده يجي مثلا هو بصير يخمن، معظم الناس بروحوا مثلا بحطوا ارقام، بحطوا حروف، بحطوا اسمائهم، بحطوا اسماء عائلتهم، بصير هو بهذه الطريقة يحاول الوصول لمين؟ لا الباسورد اللي موجودة عندك. طيب الان الباسورد هذه او الطريقة اللي احنا يعني اكم مرة اكم محاولة بيصير هو يحاول يعمل التخمين او المحاولة هذه اللي موجودة عندك. الان من خلال يعني لو عندك انت بدك يروح عندك لو على سبيل المثال بده يروح يخمن او يعمل قصد لا من تو كاركتر، يعني لو من حرفين مثلا،
الآن لو من حرفين بده يكون عنده 3844 محاولة ايش جست او محاولة، يعني انه يخمن اللي هو مين، اللي هو هذا الباسورد. كيف هذه حسبتها؟ اليوم انت عندك 26 حرف كابيتال او لور كيس السمول، وفي عندنا الابر 26، وفي عندنا اللي هو 10 ارقام. نحن بنعرف انه الكاركتر الارقام هو من الكاركتر، صح ولا لا؟ فلو مثلا اخذ مثلا اليوم عندك الكاركتر الاول مع الكاركتر الثاني مثلا، او اخذ اللي هو الثاني مع الثالث وحط كمان ارقام ما عنده، المحصلة عندك بتكون 26 زائد 26 زائد 10، بيطلع عندك كم؟ 62. الجمع لهذول مين؟ 26 زائد 26 زائد كم؟ زائد 10. فعندك هنا كم؟ 62. الآن الحرف الثاني، هذا الحرف الأول، طب الحرف الثاني أيضا بده يكون 62، لأنه ممكن يكون واحد من الأحرف أو واحد من الأرقام، صح ولا لا؟ طيب الثاني كم حيكون؟ أيضا 62، يعني ممكن اللي هو واحد من الحروف أو رقم من الأرقام. طيب إذا عندك التوتال اللي هو التباديل الموجودة هذه كم حيكون في عندك؟ اللي هو 62 ضرب 62، واللي هو عندك حيكون 3844 محاولة تخمين لهذا الباسورد. هذا إذا كان أنت فقط من إيش؟ من تو كاركتر. طيب طلع الآن معي على الجدول هذا، حتلاحظ لو كان في عندك 5 حيكون الرقم بالملايين، بعدين لو كان 6-7 حيطلع الرقم حيكبر. هنا عندك لو كان 5 حيكون عندك 36 أس 5، عندك هنا لو كان 7 بده يكون 52 أس 7، وهكذا زي ما انت شايف. طبعا الجدول احنا مش على حسابات، لكن احنا بنقول لك بس هذا ليش؟ عشان انت مثلا على سبيل المثال لو 5 يعني لو 5 عندك هنا، انت لو 5 كاركتر وكنت تقول مثلا عندي انا الباسورد اللي بدها تكون عندي 3 لور كيس لتر ورقمين بس، مش زي هذاك ما يخدش كل الاحتمالات، هو ماخذ بس يكون عندك الباسورد مكونة من 3 حروف اللي هو كاركتر ورقمين، تمام؟ اذا ايش في عندك؟ كم احتمال عندك؟ الاول عندك احتمال كم؟ 26، والثاني 26، والثالث 26، هذولا هاي كم؟ 3. وبعدين في عندك الرقمين 1 لـ10 و1 لـ10، هاي عندك كم احتمالات كتيرة بيكون في عندك، وبالتالي في الاخر بتجمعهم وبيكون في عندك هذا الكومباينيشن من عملية او من عمليات اللي هو الجست للباسورد اللي موجودة عندك. وبالتالي زي ما انت ملاحظ اليوم انت اذا كان في عندك بس تو كاركتر صار في عندك تقريبا 3400 او 3500 تقريبا من موضوع اللي هو المحاولة. وبالتالي هذه المحاولات كلها ايش بتصير؟ هو بيقول بقى الورقة حرفين هذول، بروح بجربهم على السيرفر او بجربهم على الموقع او بجربهم على السوفت وير. وبالتالي لو هو كل مرة بده يروح يضل يحاول يحاول يحاول، هنا زي ما انت شايف الباسورد الاولى والباسورد، يلا تعال نشوف بيزبط ولا بيزبطش، يجيب الثانية يجيب الثالثة يجيب الرابعة. فانت خلال فترة مثلا وجيزة، لانه هو هذا البرنامج بروح يعني بيطلع الرقم او بيطلع اللي هو القيمة وبروح بجربها على السيرفر، السيرفر ايش بيستقبل؟ بلاقيش، بقول له لا غلط. وبالتالي ايش حيصير في عندك هنا؟ حيصير عندك السي بي يو تاع السيرفر والريسورس تبعته بطلت تستوعب، وصار في عندك انت في عندك بطء شديد من موضوع اللي هو مثلا عملية اللي هو الباسورد واليوزر نيم. مثلا هذا كان عندك موقع مثلا، هو معطينا مثال لورد بريس،
طبعا في الوضع العادي انت بتفوت عنده وبالكريدنشال تبعتك بتفوت عادي، لكن في حالة انه يكون في عندنا احنا مجموعة من المحاولات للدخول على هذا الموقع، فهذه كل مرة انت عملية اللي هو التحقق بده يروح هو مقارنة بينه وبين القيمة الموجودة عنده في السيرفر وبالداتابيس، ويعمل كويري على الداتابيس ويرجع ونفس الموضوع يرجع وبس وهكذا، وبالتالي كل هذا وين حيكون عندنا؟ حيكون الترافيك. وبالتالي الموضوع هذا ايش؟ موضوع يعني متعب، او يعني ممكن انت من خلال هذا حتى لو ما فيش عملية اتاك لموقعك، انت من خلال هذه المحاولات هي بطأت سيرفرك، بطأت السي بي يو تبع السيرفر، وبالتالي ممكن خدمات كتيرة تقف بسبب هذا الاتاك اللي هو البروت فورس. طيب الان احنا يعني كيف بدنا نعمل بلوكينج لهذا الاتاك؟ يعني كيف بدنا نحمي نفسنا؟ او كيف بدنا في طرق احنا بنخلي الموضوع هيك؟ لا، في طرق لازم نستخدمها حتى نحمي نفسنا من موضوع الاتاك على باستخدام هذا النوع من انواع الهجوم. اول واحدة نعمل لوكينج لايش؟ للاكاونت. نعمل يعني قفل للحساب. كيف حنعمل الان؟ حنيجي نشوف. او نعمل ديلي لموضوع عملية اللوجن، او نعمل بلوكينج للهاكر الاي بي، يعني نعمل بلوك للهاكر اي بي اذا عرفنا، اذا فحصنا ولقينا من خلال المونيتور على الشبكة وشفنا انه فا والله هذا الاي بي بيحاول دائما هو يستخدم موضوع اللي هو المحاولة، فاحنا ممكن نستخدمها او نستخدم الكباتشا كود. خلينا نشوف هذا اللي هو كل واحدة كيف ممكن نستخدمها وايش مميزاتها وايش ممكن يعني تسبب لي مشاكل، او ايش الديس ادفانتج لهذه الطرق. اول طريقة من او من الطرق اللي احنا اللي هو احنا if user attempt to الباسورد many times، طبعا احنا ايش هذا بتتم عمليته زي ما حكينا انه هو بدي انا ايش راح اعمل؟ انا لو حاسس انه في الحساب اللي انا اللي بضله يتم عملية الدخول له، زي ما انت بتيجي احيانا في اي تطبيق بتروح بتحاول انت تفوت، بيصير مثلا ايش عملية ايش عندك؟ بتصير عملية انت مثلا ناس الباسورد حاولت كذا مرة، ايش بقول لك؟ بقول لك خلاص بنفعش تروح، او بنفعش انت تستخدم هذا الباسورد اللي هو الحساب، لانه محاولات اللي هو عدد المحاولات المسموحة فيها ايش نفذت من عندك. وبالتالي مثلا على سبيل المثال عندك الاوتلوك اكاونت بتسكر بعد معدة محاولات لايش؟ لا اللي هو الخاطئة اللي انت بتستخدمهم. لكن هذا الكلام بفي عنا يعني مشاكل بتظهر عنا. اول اشي انت في عندك حسابات كتيرة ممكن من خلال هذه انه انت تظهر عنا اللي هو الدايل اوف سيرفيس، يعني انت اليوم في احنا اليوم حسابات ضرورية نستخدمها، وبالتالي لو احنا مثلا بدنا نمنع بعد مثلا مرة ولا مرتين ولا ايش نسكر الحساب هذا او نغلقه، فهذا انت ايضا يعني في ناس مش يعني مش مهاجمين ولا لا، هم اشخاص يعني عملاء عندك او بيشتغلوا على تطبيقك. طب هم نسيوا الباسورد، طب وهم غلطوا والكيبورد كان كابيتال، الكيبورد كان محول لغة اخرى، وبالتالي يعني انت محاولتين ثلاثة وهم من غير قصد، وبالتالي انت اليوم منعتهم ومن هذه اللي هي ايش الخدمة، وبالتالي ظهرت عندهم اللي هو الدوس او المشكلة اللي هو منع الخدمة طبعا. وبالتالي هذه الطريقة مش فعالة جدا في عملية اللي هي اللي هو صد هجوم اللي هو البورت فورس. هانا بقول لك
لو مثلا يعني انت الاتاكر بدهش، هو ما بده يوصل للبيانات، ولا هو بس هدفه التخريب على المستخدم. اليوم واحد بده يخرب على مستخدم اخر، ما في اسهل منها. بضل اروح احاول، اضلني اكرر عملية المحاولات للدخول. اذا انا سكرت خليت السيستم يعمل لوك ويغلق الحساب، وانا اغلقت الحساب، هيو بقول لك الاتاكر بس بده يسكر حساب شخص معين، وبالتالي بضل يروح يعمل عملية الوصول لهذا البيانات، وبالتالي ايش بتم عملية اغلاق لهذا اللي هو الاكاونت، من غير صاحبه ما يعرف، انه من غير حتى صاحبه ما يكون هو اصلا حاول ولا اي محاولة في عملية الدخول، وبالتالي الاتاكر راح سكر على مستخدم اخر الخدمة تبعته، وبالتالي هذه الطريقة ليست يعني طريقة يعني مثلى في عملية اللي هو صد الهجوم على هذا اللي هو النوع من أنواع الأتاكس. طيب الاقتراح الثاني اللي يعني ممكن يستخدم اللي هي عملية increase the time delay for logging to stop port forcing، اللي هو أنا اخلي بين كل لوجن واخرى يعني زمن محدد، او اخر الزمن. بمعنى لو انا اليوم مثلا على سبيل المثال بدي اروح يعني اليوم في عنده مثلا اللوجن الاولى بعد اللوجن الثانية ممنوع تيجي مباشرة وراها، بحيث انه احنا اليوم زي ما احنا شفنا انه هو برنامج بده يستخدم، فانا لو دخليت في الشي وقت خلاص هو بيفحص الاولى وبروح بيجيب الثانيه، الاولى والثانيه، فبتصير عمليه انه والله بيحاول يتم عمليه اللي هو لا. فانا بديش، انا بدي اخلي بين كل لوجن ولوجن مثلا على سبيل المثال يستنى على سبيل المثال 5 ثواني مثلا، بنفعش انه مباشره ورا بعض يتم عمليه. وبالتالي عملية التخمين هذه، لو انت مثلا اليوم بدك كل مثلا الاولى والثانية في الدقيقة الواحدة بتتم مثلا انت 5 ثواني، عندك مثلا 60 ثانية، يعني بالقسم 60 على 5، فبكون عندك 12 محاولة في الدقيقة. ف 12 محاولة في الدقيقة هذه ايش؟ قليل جدا، وبالتالي انت يعني ما حاولتش او ما قدرش هو يصل لمبتغاه خلال الفترة اللي هو بيحاول وصول الها. لكن ايضا هذه الطريقة في عملية، يعني هو كيف بتتم عمليتي في التايم مثلا، هنا مستخدم في فانكشن بصير عملية انك انت بتضرب اللي هو الوقت او الفيرد اتمب، يعني اللي هو المحاولة الفاشلة في وقت ايش اللي هو عندنا هنا الثواني اللي انا ممكن. طبعا احنا الفانكشن هذه بتستخدم الملي سكند، وبالتالي انت بتضرب مثلا 5 سكند فيها، فبيطلع عنا تقريبا اللي هو يعني تقريبا 5 سكند لو حولت هذا الرقم لايش؟ لسكند، تمام. وبالتالي الطريقة هذه ايضا يعني هي اذا يعني بالنسبة للمستخدم او بالنسبة ل يعني صد الهجوم ممكن تكون يعني في يعني تساعد في عملية اللي هو منع اللي هو هذا البورت فورس. لكن للأسف حتكون في عندك ايش هنا، حيكون عملية السليب هذه، لانه انت كل شوية بدك تروح تعمل عملية للسي بي يو اللي موجود عندك، بده يصير يروح يحسب كل مثلا 5 ثواني، روح يلا شوف شغل خليه يسمح له، بده يضل يفحص اجى الوقت وما جاش. اذا وبالتالي انت كل مثلا if you have port force attack from
ما عندك مثلا 10,000 اي بي ادرس يول، يعني بدك تكون في عندك 10,000 سليب بروسيس موجودين عندك، بحيث انه انت يعني شغلت كل السي بي يو اللي موجود عندك، لانه انت بتعرف هذه فانكشن زي انت بروسيس موجوده عندك، البروسيس هذه بدها تضلها. لو جاي عندك من 10,000 اي بي جاي عمليه هجوم مثلا، وانت فبدك عندك 10,000 سليب حيكون عندك، و10,000 بروسيس موجود عندك في اللي هو او الثريد ممكن تكون اللي موجود عندك، وبالتالي هذا حيكون عندك يعمل عمليه لود للسيرفر تبعك، وبالتالي ايضا عمليه اللي هو يعني هي طريقه احيانا تكون يعني يعني نافعه او مجديه، لكن اذا تم عمليه الزياده في عمليه اللي هو الهجوم عندك، فانت بتصير انت اليوم بتقول بدي اخلي كل 5 دقائق. طب انت الخمس دقائق دي حسبه، كل مثلا 5 ثواني، طب الخمس ثواني لمين؟ 5 ثواني لهجوم واحد. طب ما عندك 100، لو اجاك 10,000 هجوم مثلا او 10,000 اي بي جايين منهم، كيف بدك تعمل؟ فبدك تعمل 10,000 وفي 5 بدك تقول هذا 5 وهذا الحسبة كبيرة جدا، وبالتالي في عندك على السي بي يو شغل كتير وعلى السيرفر. طبعا هتقول وش يعني ايش الحسبة هي الصغيرة؟ هذا بالنسبة احنا السي بي يو تبعنا مش هو بس فاضي لموضوع الحسبة هذا 5 وهذا 5، احنا السي بي يو قاعد بيشتغل نظام بنكي، نظام جامعة، نظام، وبالتالي هذا ايضا بقلل من البرفورمانس تبعت مين؟ تبعت السي بي يو او تبعت السيرفر الموجود عندنا. الان هذه طبعا هذه الافكار اللي احنا شفناها طيب نشوف هنا امثلة على كيف احنا ممكن يعني نعمل ديلي لموضوع اللي هو الاوثنتيكيشن بالكود. في عندنا هنا تو اكزامبل، في عندنا هنا بالسي شارب وفي في الفيجوال بيسك دوت نت، مشابهات لبعض، لكن احنا لو جينا هنا على السي شارب كيف عمليه اللي هي بالكودينج انت ممكن تستخدمها. في عندنا هنا كلاس او اسمها في السي شارب اللي هي الاتش تي تي بي ابلكيشن، فممكن انت هنا تعمل اوبجكت من هذه اللي هي الكلاس، مثلا تعمل لك اوبجكت من هذه الكلاس، وهنا تستخدم يكون في عندك اللي هو ايش، تستخدم في عندنا داله اسمها الاوثنتيكيشن ريكويست، تمام، وتبعت لها ريكويست من نوع اوبجكت، وهون تعمل كاستنج لموضوع الاوبجكت بحيث انه هو يكون من نوع اللي هو الاتش تي تي بي ابلكيشن. بعدين تعمل في عندنا ايضا تعمل اوبجكت من الاتش تي تي بي كونتكست هنا، وهذا ايضا نفس الموضوع الكونتكست، وتيجي هنا تفحص اذا كان يعني الاوبجكت هذا دوت يوزر دوت ايدنتيتي دوت النيم مثلا لا يساوي فراغ، يعني في قيمه فراغ، فايش بدك تروح انت تعمل؟ في عندنا هنا ايضا نعمل متغير من نوع راندوم، الراندوم هذا لايش؟ عشان نجيب اللي هو يعني الرقم التالي، وبالتالي انت هنا بتعمل كل مره لعمليه اللي هي هذه الاوثنتيكيشن الداخله، بتروح بتعمل زي ثريد هنا، بتعرف احنا الثريد ايش الثريد، مين مر عليه الثريد يا شباب؟ زي بروسيس هيك لحالها بتشتغل، يعني بتعرفوا الويندوز في ثريد كتيره وكل واحد يعني لها اوبجي بروسيس مستقله عن الثانيه ما لهاش داخل في الاخرى، وبالتالي هذه الثريد ايش بدها تعمل هنا؟ شايفين ايش تعمل؟ سليب، بده يعمل سليب، قديش السليب هذه لللوجن؟ هاي بده يضرب النكست في ايش؟ في 1000، بحيث انه هو مثلا كل مثلا 1000 بده يعني من ملي من السكند تقريبا، هذه حسب الوقت اللي هو بيختاره بيعمل سليب. الان زي ما حكيت لك انت الان عمليه السليب هذه بتروح بتعمل ترافيك على السي بي يو، لانه السي بي يو بده يعمل سليب وبعدين بده يرجع وبعدين بده بعد ما يخلص الوقت بده يروح يعمل ايش؟
وقبل الثريد هذه وهكذا. فانت في عندك ايش يا شباب، في عندنا يعني ترافيك عاليه على السيرفر، وهذا نفس الموضوع انا بس بلغه اللي هو هنا اللي هو نفس المفهوم بس بلغه اللي هو الدوت نت. فاللي اي واحد يعني اذا بتفهم في سي شارب هاي الكود هذا، او السي اللي هو الدوت نت هاي اللي هو او الفيجوال بيسك دوت نت هذا هو الكود. اذا شفنا طريقتين، اللي هو اول شيء نستخدم اللي هو اللوك اكاونت تسكير الحساب، والثاني اللي هو نقلل او نزود الفترة بين اللوجن والاخرى. والان اللي هو نيجي لموضوع اللي هو البلوك ذا هاكر اي بي، واللي هو من خلاله ايش بنعمل، انه احنا لو عندنا احنا مثلا في مونيتورنج او في مراقبه للشبكه وشايفين انه في اي بي في بيجينا من خلاله موضوع الاتاك اللي هو البورت فورس، فاحنا ايش بنعمل سمبلي، ايش بنعمل بلوك لهذا الاي بي بحيث انه احنا ايش يبطل يجينا منه الاتاك هذا. يعني الان انت هنا بقول لك بعض الشركات يعني بتتجنب موضوع اللي هو هذه الطريقة، لانه في بعض المستخدمين يعني ممكن مثلا ينسوا الباسورد تبعتهم، فيحاولوا مثلا عدة مرات يفوتوا. فبالتالي اذا انت رحت زي ما حكينا في موضوع اللوك، انت هناك اليوم انت اليوزر تبعك نسي الباسورد، مش عارف يعني يعني ما واحد التخم مش عارف نسي الباسورد، واحد قال بده يخش على بنك ونسي الباسورد تاعت البنك، اجى يحاول كذا مره يفوت، رحت ايش عملت له بلوك للاي بي. ما دام انت عملت له بلوك للاي بي اذا انت منعته من كل الخدمات اللي موجوده عنده. وبالتالي هذه ايضا الطريقة زي ما هن عملية اللي هي، وممكن زي ما حكينا انت يعني but the result in the server deal with him as a hacker and look ايش بده يتم عملية اللي هو ايش يعني بلوك لليوزر، هو لا هو هاكر ولا هو ايش عملية ايش هذا الباسورد. الان موضوع البلوك هي موضوع سهل جدا لحدا بحابب يشوف في موضوع اللي هو البي اتش بي، فانت بتكون في عندك فانكشن، وهذا الفانكشن بتيجي بتفحص لا اللي هو الريموت ادرس، اذا كان هذا الموضوع او اللي هذا يعني حاول في هذا الاري اكثر من مرة، فبروح بيعمل له ايش تحويل لا ايش لا انه يقول له الشيء الموقع يعني واقف او ايش، وبيطلعه من الصفحة كلها، بيطلع له رسالة انه مش موجود. تمام. فهذا الكود يعني بي اتش بي كود، يعني انت معرف هنا اري، وهذه الاري من خلالها انت بتكون بتضيف اللي هو الاي بيات اللي ايش اللي بيكون عملية البلوك لها في داخلها. كود بي اتش بي بسيط، ما فيش فيه اي مشكلة. طيب الطريقة البعد هيك هي طريقة الكباتشا، واحنا يعني الكباتشا كود هذه من التقنيات يعني اللي احنا يعني فريند لمعها وفاميليار، فانت زي ما انت بتشوف حتى يعني مثلا انه يتأكدوا منك انه انت مش آلة او مش كمبيوتر يعني بحاول الدخول، فمن خلالها انه انت بيسألك بعض الاسئلة وبعض الصور وبعض الارقام، زي ما احنا بنبقى نشوف هذه الكباتشة اللي بتقعد تمرر عنا. وبالتالي لو انت اليوم كعامل اللي هو الاوتوماتيك كمبيوتر ما بيقدرش هو يعني يجي يختار الصور او يختار الارقام او يختار، وبالتالي الطريقة هذه يعني بتساعدك كتير في عملية منع اللي هو البورت فورس. طبعا
هذه ايضا الطريقه بتمنع اللي هو عمليه اللي هو السليب ايضا اللي تو احنا حكيناه وموضوع البلوك، لانه ما الطرق هذيك يعني طرق يعني لها يعني اكثر من جانب في موضوع الحمايه، فممكن يكون ايش هذه من خلال طبعا ريكومنديشن هنا انه من خلال البحث انه وجدنا انه افضل استراتيجيه واقل يعني تكلفه اللي هي عمليه الكباتشه. sometimes you find the server weak، يعني السيرفر انت احيانا بيكون في عندك بطء في السيرفر، فهذا اللي هو بسبب عمليه اللي هو الهجوم وعمليه اللي هو المحاولات اللي بيكون بحاول الهجوم عليه، او بيكون في ناس مستخدمه اللي عمليه اللي هي الطريقه اللي هي عمليه زياده اللي هو اللوجين، او عمليات اللي هي زي ما تو شفناها يعني اكثر من طريقه بهذا يعني السيرفر بيكون مشغول في اكثر من بروسيس. طبعا انت اليوم كسوفت وير او كديفلوبر او الناس يعني زي ما بيقولوها بيستفيدوا من مصائب الاخرين، وبالتالي في شركات اليوم انت يعني انتجت يعني من مفهوم البورت فورس هذا تطبيقات تصير هي يستخدموها الناس في عملية التخمين لمين للباسورد، او اللي هو الباسوردات تبعت مثلا في عنا الكراك انج، هذا تطبيق بيروح بيعمل عملية الواي فاي كيف بخمن الباسوردات تاعت الواي فاي، في الجون اند ريبر هذا ايضا تطبيق بيستخدم في عملية اللي هو الجست للباسورد وكيف ممكن انت تستخدمها، في عنا ايضا اللي هو الكين اند ابل هذا ايضا من اللي هو السوفت وير اللي موجودة اللي هي بتستخدم او كيف ممكن هي تستخدم في عملية تخمين الباسوردات، وبالتالي انت بدك تكون على دراية، او حتى انت نفسك يعني اليوم كمطور كسوفت وير ديفلوبر كسوفت وير انجينيرنج انه انت تفهم هذا الهجوم، وتفهم هذه ايضا البرامج كيف هم برمجوها وكيف هم بيستخدموها في عمليه الاتاك، بحيث انه انت ايضا ممكن تخش فوت في هذا المجال، او ممكن انت اقل ما فيها تصد هذه الهجمات اللي بتكون اقل ما فيها، لو حنستخدم هذه البرامج تعرف انت ايش البرامج هذه منطقها، وبالتالي الطريق اللي هم بيجوا فيه انت ما تخلي لهمش طريق او تسكر عليهم هذه الطرق اللي هم ممكن هذه البرامج من خلالها هم يحاولوا يعملوا جست ل طبعا ايضا في عندنا تولز اخرى بتستخدم اللي هي ايش يا شباب الفري وورد اند اكسل باسورد ريكفري وزارت، برضو هذه اللي هي التول تستخدم في عملية اللي هو الجست للباسورد. طبعا انت هدول البرامج بدك تكون على دراية فيهم، بحيث انه انت ايضا زي ما حكيت انه انت تحمي نفسك تشوف الطرق هم اللي بيستخدموها، بحيث انه انت يعني تحمي نفسك، وبالتالي كمان انت تتعلم كيف هذه البرامج تستعمل وكيف تستخدم وكيف تطبق. ان شاء الله في المحاضرة الجاية نكمل اللي هو طرق الاتاكينج اوثنتيكيشن، وبارك الله فيكم، يعطيكم الف عافية.